بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ الروتين بالفطار اللي هنكسر الروتين اللي هو الفطار اللي هو الروتيني ده. فهنفطر، عملت هو الرنجة هو، وطبعا حط برضو طماطم حواليها. فهنبدأ الروتين بتاعنا بالرنجة الحلوة دي. أنا حطيت الفطار هو، تعالوا افطروا معانا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض روتين تحفيزي كده في ايام البرد ديت. انا جبت اول حاجة بصل اهو، عاوز اعمل بصل ورنجة كده، اكلة تكسر الغممان النفس ديت. يعني ساعات هو فطار، عمركم شفتوا حد هيفطر رنجة؟ احنا هنفطر رنجة النهاردة علشان يعني الواحد مل كده من اللحوم والأسماك والحاجات اللي هي يعني ديت تخلي النفس الواحد عايمة كده. فهأعمل النهاردة، المتابعين بتوعي، ناس من المتابعين بتوعي فيه بيسألوني انت ليه ما عدتش بتعملوا روتين، عاوزين نعملوا روتين. فرغبة يعني او طلب رغبة وتلبية لرغبتهم ديت، انا هعمل النهاردة روتين هنعمله مع بعض. هاخد الاول البصل ده انضفه، انضف البصل اهو، يعني الواحد ما بيحطوش كده طبعا. ايه، انضفه الاول بالسكينة كده وايه وبايديا برضو كده اهو، واشيل الحاجات دي زي اللي الواحد بيشوفه في مطاعم الفسيخ، ينضفوه كده ويحطوه بشكل حلو كده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الواحد بيعمل الاكل بالاستغفار. دي الفضلات دي كلها بحطها للطيور، الحيوان كله بياكل الحاجات دي برضو، بتضيع البرد بتاع الشتاء. وهغسله اهوت، لو ضغط اهوت بغسله تحت ميه جاريه كده، وبحط شويه خل، اي خضار انا حاطه الجزازه ديت اهي، يعني فاضل فيها اثار اهي، وجبت واحده تانيه للخضار والفاكهه. في الاخر خالص كده لازم بعد ما انضف الحاجه كده لازم احط خل عليه. وادي الرنجة اهيت، انا بعملها على النار مباشرة كده، يعني بأطمن نفسيا كده ما احطها على النار مباشرة. هي على اصغر عين برضو عشان ايديا. لحد ما تطرشع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ الروتين بالفطار اللي هنكسر الروتين اللي هو الفطار اللي هو الروتيني ده. فهنفطر، عملت هو الرنجة هو، وطبعا حط برضو طماطم حواليها. فهنبدأ الروتين بتاعنا بالرنجة الحلوة دي. أنا حطيت الفطار هو، تعالوا افطروا معانا. وبعدين جبت الغسيل، انا بعمل الابيض لوحده والفاتح والاسود والغامق بكل وحده. مليت الغساله هو، حطيت الفاتح والابيض هنا هو، وبعدين بفي كل حاجه لوحدها كده. الاسمر لوحده هو، انا بحطوش على الارض يعني عشان الطاقات اللي فيها، طبعا الملابس مش نظيفه بتبقى كلها طاقات من جسم الواحد، فايه بحطها في الطشتيه دي. بفصل بفي كل حاجه لوحدها، الغوامق لوحدها هيت، وباخد الفاتح ده الغامق هو ده، باغسله بعد الابيض والفاتح. انا حطيت اهوت في الغساله، هشغل الغساله وهحط من اللي هو الاكسجين ده برضو زياده. انا كنت حاطه يعني
الاول الاكسجين ده من الناس اللي هي بتبيع في الشارع ده، يعني بيبقى سايب كده جل بيتحط يعني على الملابس، حلو بيدي نتيجه كويس. اهو الواحد غلو مسحيه ومن قال موجود، بس ده حلو بيدي نتيجه حلوه وريحته حلوه. ودي طبعا الميه هي اتفتح عليها دي ميه الشرف. هو ممكن الواحد بيحط هنا في الشرف ده، بس انا على طول بحط في الكشتيه لان بحب ادعك يعني الهمه كده على ايه. وده بحط فيه هنا المجهود ده بحط فيه اللي بطلع فيه، والاخر خالص بحط في المجفف كده. وبعدين وانا بغسل النهارده رحت مطلعه اللي فيه شمس عندنا، لقيت الشمس طالعه النهارده، طلعت اللحاف اهوت والمخده، يعني بطلع حاجات بسيطة كده في الشمس، بس هي غيمت تاني، غيمت تاني الشمس دخلت. وبعدين انا بمسح البلكونة ساعة ما اجي انشر امسح كل الترابزانات بتاعت البلكونة ديت اهو والحبال رايحة جاية كده، هما نضاف في الشتاء يعني ما فيش عفر. احنا على المزارع هنا هموت، ده بنجر وده برسيم، بناجر هي وفول اخضر الريف المصري الجميل ده. جبت الابيض اهوت والالوان الفاتحه هانشره هنا في البلكونه ديت اهو. انا نشرت الغسيل الفاتح اهوت هنا على البلكونه ديت، وفي البلكونه التانيه ان شاء الله هانشر الغامه والاسود. الشمس دخلت تاني بعد ما كانت الشمس طالعة، ما هو ده في الأوقات ديت في بيبقى في شهر أمشير كده، حبة تشتي وحبة الشمس تطلع وحبة الشمس تدخل. جبنا قصبة اهوت من السوق واحنا طالعين على السطوح، شايفين المناظر الريف المصري الأصيل الجميل ده ولا الريف الأوروبي. هي الشمس دخلت، شوف السحاب كانت طالعة، كنا طالعين في الشمس بس الشمس دخلت اهي. القصب ده كويس يعني للصدر و... وسلام بيمصه مستنيين باقي الأسرة تطلع تعالوا مصوا معانا. وبعد ما كانت الشمس طالعة الشتاء نزل، شايفين السماء سبحان الله. الجو برد جدا بعد ما كانت الشمس طالعة والناس كانت مطلعة الفرشة بتاعتها، الدنيا شتت. وبعدين جيت عند الحوانة هو تشوف اخبارهم ايه، انا فرشلهم هو علشان ايام البرد اليومين دول، وبضايع هي على الارض نصيبي بين اللي هم اللي لسه صغيرين دول اللي مبشروا بالبيض اللي هم ده هم. الحمد لله. الكبار دول بحط لهم سرسه كده وبحط رغيفين عيش اغطيهم بالميه واحط لهم الرجيعه ديت وبعدين اقلبها في بعضها كده وبحط لهم، يعني بياكلوا منها وبتحمل بيض شويه، وبحط شويه خل برضو مع الاكل والشرب. اما الصغيرين دول لسه انا جايباهم عشان البيض يعني تزويد للتانيين، لان في ايام البرد الجامده ديت مات مني شويه فراخ، فدول جايباهم يعني تزويده كده للبيض برضو. والله انا مانيش هو يعني الراجل بيقول لي دول برضو بتوع بيض، مش عارفه ان هم هجين ولا هم بلدي، شكلهم يعني كلهم لون واحد اهو. انا فرشه لهم اهوت علشان البرد اهو، ده كله علشان ايام البرد، الواحد بيخاف على الحيوان في ايام البرد خالص. هحطهم هما جعانين انا بجوعهم علشان ياكلوا، هحط لهم ميه الاول يشربوا.
وبحط لهم شوية عسل. العسل ده بيعمل على تقوية العظام عندهم. ودي درة شيشة اهيت جايبها لفوق. وده دادي، دادي من اللي هو الوسط، لا ناعم ولا يعني عادي، لا ناعم ولا خشن خالص اهو. هحط لهم شوية من دول هنا اهو، على شوية من دول، يعني بجوعهم بحط، لان هم 10 دول يعني حاجة بسيطة والله عالي الحمد لله. واحط لهم برضو شوية عسل عليهم. والبرطمان يعني ايه، انا كنت جايباه لهم في الاخر كده، بين الظهر ما عادش فيه حاجة. بجيب لهم عسل تاني، وبحط برضو ساعات خل على المية، وبحط خل للاكل للكبار. وده كان من بعد روتين النهاردة، ودمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.